الطبقة موجودة من سنة 98، احنا بنشارك من 2012 لحد دلوقتي احنا عاملين 5 عربيات. كل سنة كنا بناخد مركز اول في حاجة مختلفة. كل سنة العربية بتتطورن اللي قبليها من ناحية طريقة التصنيع والاجزاء اللي فيها بتتغير. تقريبا بنبدأ كل سنة ديزاين من العربية من الاول خالص، ما بناخدش ديزاين قديم ونعدل عليه، نبتدي من الاول خالص بحيث ان احنا نشوف الغلطات بتاعت السنين اللي قبليها ونعدل عليها ونحسنها في العربيات اللي بعد كده. العربية بتاعتنا هي عربية بنزين، احنا بنشتغل عليها من اول السنة، من اول شهر 9 بيبقى عندنا الاول حاجة اسمها ديزاين فيس. الديزاين ده بتصميم كل حاجة في العربية. احنا متقسمين تيمز كتير جدا، ميكانيكال والكتريكال، وبنبدأ كل شوية نعمل ديزاين ونجمع مع بعض، نعمل انتجريشن للديزاين بتاعنا ونبدأ نوري الدكاترة في ريفيو ميتينجز كده انه الديزاين اللي احنا وصلنا له ده هينفع نطبقه ولا لا. وكمان مع الديزاين بيقعدوا يعملوا اناليسز للماتيريالز والحاجات اللي هيستخدموها، كل ده تحت الديزاين. بنبقى على نص السنة كده خلصنا خلاص تقريبا الديزاين بتاع كل السيستمز، وفاضل ان احنا نصنع ونجهز للمسابقة في ايفنتس تانية. المسابقة فيها ستاتيك ايفنتس ودايناميك ايفنتس. الستاتيك من ضمنها ان احنا نعرض الديزاين بتاعنا، فنبدأ نحضر العرض الديزاين بتاعنا ده هيبقى عامل ازاي. في كوست، ده برضو ستاتيك ايفنت. الكوست بنبدأ نجمع كل تفاصيل اللي في العربية، التكاليف بتاعت العربية، وده اللي خدنا فيه المركز الاول. بيبقى فيه كوست ريبورت وبيبقى فيه بريزنتيشن للكوست، ويعني بنبدأ نجمع كل حاجة احنا دفعناها، مسامير صغيرة، حاجة كبيرة، الانجن، الـLCD اللي موجود في العربية، كل حاجة. ونعمل نحط اسعار ليهم، ودي بتبقى اسعار بيزد شويه على الاسعار عالميا. يعني ممكن احنا التكلفه احيانا ممكن تبقى واقفه علينا اقل من كده، عشان لو الحاجه اصلا عندنا مثلا دي كانت حاجه استخدمناها قبل كده فما دفعناهاش السنه دي، بس هي اتكلفت عامه 12000 يورو، ودي كانت اقل تكلفه العربيه دي اللي خدنا فيها المركز الاول. و في نفس الفترة اللي هي بعد نص السنة دي بنبقى بنصنع، بنبقى بنستورد كل الأجزاء اللي احنا مش معرفناش نصنعها في مصر أو مش موجودة في مصر، ونبدأ نجمع العربية. وفي الفترة دي وقبل امتحانات آخر السنة وبعد امتحانات آخر السنة، ولما أول ما بنخلصها بنقعد نتست قبل ما نسافر. من أكبر المعوقات إنه الماتيريالز مش في مصر مش كلها متوفرة. يعني نبقى مثلا عايزين نصنع حاجة بنوع مادة معين والمادة دي مش موجودة عندنا في مصر، أو مش مستخدمة، أو مش مستخدمة في طريقة التصنيع الفلانية، أو كمان ممكن طريقة تقطيع حاجة كمان، سواء تقطيع او تصنيع، تبقى موجوده ممكن في مصر نادره جدا او غاليه جدا جدا جدا. الاستيراد طبعا المشكله الكبيره ان الحاجه بتفضل في الجمارك حبه، ممكن توصل، ويعني احنا فعلا كان عندنا في حاجه في وصلت الجمارك وما كناش عارفين ناخدها لغايه يوم ما سافرنا، لغايه يوم العربيه ما سافرت. يعني العربيه بتتشحن النهارده والحاجه واحد مننا من الطلب بيحاول ياخدها بقاله كذا يوم وخدهاش غير يومها، فدي كانت مشكلة عربية. خدناها واتشحنت وركبناها هناك، بس دي كانت مشكلة انه لو مكناش اخدناها ما كان في حاجة في العربية مش تبقى شغالة اصلا، فالعربية ما كانتش هتنزل هناك. يعني اغلب الظن ما حدش كان متوقع انه ان احنا خلاص الاول وقاعدين مستنيين، بس معنا التالت كذا، هما بيقولوا من اول التالت كذا، التاني كذا، فاحنا الاول يا رابع الخامس. بعدين قالوا الاول، احنا طبعا جرينا وطلعنا وقعدنا بقى بكل تلقائيه نقول مصر، وكنا مبسوطين جدا. يعني اول سنه نطلع الاول وينادوا اسمنا الفيرست تيم. يعني انا عموما كريسينج تيم، انا نفسي ريسينج تيم يحقق الفيجن بتاعته ان هو يحيي صناعه سيارات في مصر، ونفسي نكون احنا في الاشخاص اللي هتعمل الموضوع ده، او احنا اللي نقود مصر بعد كده، اللي احنا اللي نحقق الحاجه دي.